يا الله صباح الخير، توني صاحي من النوم وانا في الكوخ حق اليوم. نمت في الكوخ ما نمت في البيت، لاني قلت لازم اغير هنا هوا وحركات واشياء جميله تشوف الدنيا كلها. انا اليوم صاحي مره متحمس. تقول ليه؟ لاني ابغى اروح اشوف البيض اللي حطيناه في الحضيض. تذكرون بيض التنين الاخضر اللي لقيناه امس؟ والله بيض التنين ان شاء الله يطلع تنين مره قوي زي ذاك اللي ذبحناه. والله مره متحمس، بس اول شيء لازم انزل تحت وابغى اتاكد ان اخوي إن ايش اخوي. والله اني خايف انه يسوي شيء في البيضه ولا شيء. ايش هلا والله اخوي، ايش قاعد تسوي؟ صباح الخير. نجمين وش قاعد تصيد؟ بسم الله وش قاعد تصيد؟ ما اللي فوق بيتك؟ حيدته بيتي يا اخوي. فين صار فوق بيتك؟ والله ما اشوفه انا، ما اشوفه. بسم الله عليك، والله ايش قاعد تسوي؟ كم من واحد يا حبيبي؟ شوف في كتكوت انا شفته هنا، في شيء كذا صغير. صوص صوص، والله هذوك النسر هذوك. صيدي صيدي يا ولد، انا شفته، شفت راسه. شوفون شوفون من اول قاعد اضرب. والله يندس يندس. يا الله خربوا بيتك يا اخوي، خربوا مسكين اخوي. لا لا خلاص امزح امزح، اعوذ بالله. خلاص خلاص يا اخوي، انا بروح اشوف البيضه حقتي. بروح اشوف بيضه التنين، بس والله انا خايف ان اخوي يسوي مصيبه فيها. عاد اخوي امس زعلان مره، انا ما جات بيضه. منقر مني منقر، عاد انا طالع ترون اخضر. شوف النسر، واحد اثنين فوق بيت اخوي، ما ادري ايش يسوون هناك. بسم الله خلنا نشوف. لا 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 حرام حرام، ليش كذا؟ ليش ما فقصت؟ يلا افقص افقصي. والله تدرون الظاهر النار هذه ما تكفي، لازم احطه وسط النار وسط النار، لان عمي امس قال حط في حط النيران، ادالي النيران، اتوقع لازم احطه وسط النار. بس تدرون هذه النار هذه ابو كلب، هذه نار ابو كلب. انا عندي في البيت عندي نار، امس اشتريت هنا اغراض حطيتها هنا 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 ورا في البيت هنا، حطيت في صندوق وحطيت فيه اغراض بلوكات. اشتريت الاغراض جميله يا حبيبي. ايشو خلنا ناخذ هذه وناخذها الولاعه، عشان ايش؟ عندي حركه اتوقع انها راح تضبط باذن الله. وباخذ الادوات حقتي وين حطيتها؟ الظاهر اني حطيتها هنا. شوف هذا ادوات التنين، وهذا راس التنين بعد يا عيني. خلاص هات الادوات هذه، وهات القوس، وهات قام مع ولاعه بعد هنا. خلاص خلاص هذا اللي احتاجه، هذا اللي احتاجه يا حبيبي. خلنا الان نروح هناك، وانا بسوي لكم الحركه هذه الحين. شوفونه، بحط نار وبحط البيضه جوه النار. بس والله اخاف ان اشيل البيضه تنكسر. يا الله يا الله يا رب ما تنكسر، يا رب تنكسر. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف اشيلها كذا؟ ايوه اي بشيلها كذا. والله خاف انها تنكسر يا حبيبي. اخوي اخويا خلص يا اخي، خلص عني الاسهم وبعد قاعدين يخيصون. ما عندي اسهم، روح بيتي. ايش تبغى؟ قاعد اشتغل على البيضه حقتي. وش قاعد تسوينا؟ خلاص اسمع روح اسمعني. في بيتي في اسهم مره كثير، روح وتسلق فوق بيتك وصيده. روح اخوي ما والله انا احس غريب كذا، عند بلا اليوم بيسوي مصيبه. الله يستر منه. بس خلنا الان نحطها هنا، نبغى احطها وين؟ اكسر النار هذه ونحطها هنا في النص. نحط دقيقه، انا كسرت الدنيا كلها. والله هذه النار ما تنكسر بسرعه. كسر، حط هذه هنا. خلنا نسكر المكان اللي كسرناه هنا بالغلط، واحط النار زي كذا. ايوه تحط البيضه جوه النار. انا عشان كذا ترى هو تنين، شكل تنين نار يا حبيبي، عشان كذا ايش؟ يعيش في النار. خلنا نشوف. هلا والله تشوفون البيضه تتحرك. والله قاعد تتحرك، شوفونها. والله انا قاعد اشوف الدور. يا عيني اتوقع كذا خلاص الحين انه المفروض تنفقس بعد شويه، بس الظاهر تاخذ وقت مطوله. عدينا عبال ما تفقس البيضه، تدري ايش بسوي؟ ابروح المدينه بجيب له اكل. طبعا التنين لما يفقس بيكون عيشان، لازم تجيب له اكل، توكله وتجيب له اغراض وحاجات وتعتني فيه. خلاص انا بروح الان المدينه وبشوف ان شاء الله القى لي احد يعرف اي معلومه عن التنانين هذه. المشكله ما حد يعرف التنانين نادره جدا، عشان كذا ما حد يعرف. ابى اشوف اخوي، والله اخوي ما ادري وين، الله يستر مني. خلاص خلنا نروح المدينه، بس بعدين نجي نشوف. اي كويس، حصلت الاسهم. والله قعدت تلفلف ساعه في بيت اخوي. اخوي راح، كويس بروح اشوف البيضه حقتي، والله عمود خلى البيضه اللي سبك وخلاني بروحي معاها. وشوف هذه قعدت تلفلف في النار. يا عيني وقعد اشوفها لحد ما تفقص. يا الله قدني ساعة جالس ولحد الان ما فقص. ايش بسم الله هذا فقص. يا عيني شوف كيف شكله جميل. يا ويلي خليني اشوف. يا عيني بودي البيت قبل ما يجي اخويا. بخبيه عندي. يا عيني يا الله، من اول جالس ادور في المدينه ما عرفت، ما في احد يعرف التنانين. لما اقول له تنانين واحد يقول لي انت كذاب ما في تنانين، والثاني يقول لي ما ادري ايش، والثالث ما ادري ايش يقول لي. ما مصدقين، مره ما مصدقين، وانا جالس ادور.
ادور ادور لي ساعة يا الله، بس يا رب اني القى لي واحد على كل يعرف يعرف. تعالوا تعالوا. هلا والله، السلام عليكم. اهلين، هلا هلا يا مرحبا. الحمد لله اخيرا لقيت واحد عنده تنانين ما شاء الله. تنانين عندي يا حبيبي، تنانين يا عيني ما شاء الله تبارك الله. ايوه، وش التنانين النارية اللي عندك ذي؟ هذه تنين ناري، تنين رصاص. من اندر اندر التنانين يا ما حبيبي. ما شاء الله تبارك الله، والله كويس يا عم. انا اجلس مع اسمه. انا تخيل، أيوة. امس ذبحت على تنين، ذبحت تنين لقيت بيضه خضراء حق التنانين لونها اخضر. بيضه خضراء؟ ايوه، بيضه التنين اخضر. لا تقول، والله بيضه التنين اخضر. من اندر من اندر التنانين كمان. يعطيك والله بس ما اسمع، انا حطيته في نار عادي ولا كنت جبت العيد؟ إيه هو يعيش في النار هذه. إيه الطريقه اللي تخليه يفقس. إيه كويس كويس، يعطيك العافيه والله. اجلس مع اسمع يا عم، انا عندي مشكله. إيه واجهتني مشكله، ما عندي اكل، اخاف يفقس ويموت من الجوع، لازم اجيب الاكل. اي معليش يا ابني، والله ما عندي الا شويه، وعندي ترى محل هناك في الغابه ابيع حاجات حق التنانين. بس تنانين ادلك على مكان. اي أدلك على المدينة اللي أنا كنت. علمني وش بيع. أبيع دروع حق التنانين ودروع وحاجات يعني كذا. والله تنانينك جميلة بعد، على والله شوف كيوت كيوت. وحتى أبيع العصاية اللي تخليك تتحكم فيهم. يا عيني، طيب خلاص أجل الحين كيف بجيب أكل؟ والله ورطة. الأكل الأكل إذا رحت القرية اللي أنا كنت من زمان عايش فيها، في يمها كهف، الظاهر أنه في اكل هنا، في بقايا تنانين واكل تنانين. اجل خلاص خلاص، وين قريتكم؟ وين كانت؟ انا بسرعه لازم اروح اكلم اخوي ماري. لازم تطلع من هذا الطريق وتخليك سيدة من هناك. اجل خلاص، انا برجع المدينه وباخذ اخوي ماري. لازم اخذ اخوي ماري. يعطيك العافيه يا عم، ان شاء الله جيت بعدين اشتري من عندك. والله يعطيك العافيه، ضبطنا كل دروع تنانين عند الشو وحركات واكل يا حبيبي. والله تحمس، يقول التنين حقي مره نادر يا لبيب. ايه يا حبيبي الحمد لله، تو وصلت. بسم الله الرحمن الرحيم، مش الحفر هذه اللي في كل مكان؟ انا اروح اكلم اخوي ماري، اكلم اقول له ايش شفتها؟ ايه بعدها ما فقصت. ايه خلاص كويس كويس، اسمع انا جاي هنا باخذ الدروع، وابغاك تروح عندي تجيب دروعك. بنروح نجيب اكل التنين، نبغى نجيب اكل التنين، جيب دروعك. بنروح الكهف. أيوة. خطير خطير اخوي، والاسلحه. والله غريبه غريبه الصراحه، انا ودي ان البيضه تفقص تفقص، ما ادري ليش. عمنا قال انها جست في النار تفقص الان، بس اخوي يقول ما فقصت. والله ما ادري عاد، خلنا ناخذ بس الدروع ونروح نجيب الاكل. نجيب لك دروعي. بسم الله، ايش السرعه دي يا اخوي؟ دقيقه انا جبتها الحين قاعد البس الدروع. وينك والله سريع ساير ما شاء الله. ايش فيك مستعجل اخوي؟ والله شكل عندك بلا، انت عندك بلا. انا صاحه غريبه، اذا ماني مستعجل دائما اخاف دائما اخاف. خلاص وقال انا ورا المدينه يا اخوي. اسمع بنروح المكان في كهف بعيد شويه، ان شاء الله نلقى فيه اكل تنين. ان شاء الله بس يا اخوي. هذا الخي الظاهر، شوف. اي والله هذه القريه، اي شكلها مهجور. انا ما ابغى انزل من الدبابه. ايش بدات؟ تعال انزل معي. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. واو وش القريات دي؟ في غابة يا اخوي، ما شاء الله تبارك الله. شوف المزرعة والله، شوف المزرعة ابو كلبية. وينك اخوي؟ الموية تطلع، شوف زحليقة تكسرت. وينك؟ بسم الله يا اخوي، ما اشوفك اخوي. وينك اخوي؟ انا اخوي اسمع يا ولد، والله هذا ايش دي؟ هذا عظام يا ولد، والله شكلنا في وحوش، اعوذ بالله. هذه القرية، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه القرية مهجورة، شكل جاها وحوش. متكسرة بيوت، متكسرة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله البيوت يا اخوي، ايش هذا؟ خلاص احنا نبغى ايش؟ احنا يا اخوي نبغى نروح للكهف. الكهف وين هذا؟ وقال عمنا قال في كهف، لازم ندور. اعوذ بالله، نبغى اكل التنانين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ايش؟ لا اخوي بسم الله الرحمن الرحيم. اضرب بسم الله، اضرب
القرية. والله شكله يدوش تقع من الغابة. والله لو أريك لو أريك لو أريك لو أريك أخوي بغى يأكلك بغى يأكلك. والله الظاهر الكلب استقيت. باخذ باخذ الراس راس هذا عشان احتفظ بالذكرى ذكرى ذكرى عندي لعشان ايش؟ لعشان المره الثانيه ما يسوي حركات علينا. والله راس سكلتون الاملاق. دقيقه شوف بدي البسه اشوف انا والله بدي البسه شوف احطه في راسي. بس لا لا خلاص ننزل 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 يا حبيبي احنا جايين نبغى اكل التنانين نبغى اكل التنانين. بسم الله نشوف. والله تنانين شوف عظم تنانين. في وحوش جوا في وحوش. خلنا ناكل تفاح خلنا ناكل تفاح خلنا ناكل تفاح. بسم الله الرحمن الرحيم. اخرب اخرب اخرب. لا لا انا ميت انا. والله هذا ولا تدخل فاه مهجور من زمان من زمان. ذبحهم ذبحهم ذبحهم. وش هذول حتى انا ياكل العظميه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه شكلهم القرويين حتى زومبي. اعوذ بالله يا اخوي. بسم الله اخي ايش هذا؟ والله والله في وحش هنا. دقيقه دقيقه نذبحهم نذبحهم نذبحهم. اخرب اخرب اخرب. بسم الله الرحمن الرحيم. والله نورينا نورينا ايش هذا؟ والله مريض على الهياكل العظميه قاعد تتحرك. الرحمن الرحيم وين؟ ايه كفو كفو ذبحتك اللي وراه. يا عيني يا عيني هذا العملاق ذبحته. كفو عليك والله كفو. الان الان وين 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 الاكل حق التنانين؟ والله ذبحناهم. شوف الهياكل العظميه حق التنانين. شوف شوف اي والله شوف شوف يا عيني يا عيني. جيب الاكل كله نحتاجه نحتاجه. شوف عندك شوف عندك بعد. والله يا عيني والله طلع عمنا الصادق صادق من جد يا حبيبي. شفت اللي انا كم لقيت كم؟ والله شكلها كميه لها تكفينا تكفينا واحد بس استكفى واحد. والله تكم يعني تكفينا تقريبا عندنا كم خمس دقائق توكل التنين لين ما يكبر. هذا هذا ايش اخوي؟ هذا ايش؟ والله ما ادري. خلنا نشوف الكهف لكم فيه اشياء زياده. والله باخذها باخذها هدية ما ادري شنو. خلنا ناخذها خلنا ناخذها. شيله واو والله هذا زي البوق زي البوق. شوف الظاهر حق تنانين بعد. لازم استخدم على التنين لازم استخدم على التنين. خلاص خلاص خلنا نرجع نرجع البيت يا حبيبي ونشوف التنين حقي. نشوف ان شاء الله ان شاء الله فقص. بس ان شاء الله هذا كله التعب في الاخير تلقاه ما فقص. يا الله يا رب انه فقص. لا ما فقص ما فقص. لا لا ان شاء الله ان شاء الله فقص يا اخوي. ايش فيك انت تقول من اول تقول ما فقص؟ اوكي يفقص خلاص الحين بقي شويه خلاص ويفقص باذن الله. من اول حاطه في النار لك كم دقيقه في النار؟ تنزلني إيه؟ في البيت بعدين تروح تشوف. خلاص ما في مشكله ودزك في البيت. بس ايش خايف مني يا اخوي ولا ايش عندك؟ ها الله شكلك خايف منه شكلك خايف منه. انا ننقذ من هنا والله المدينه مكسره مكسره. يلا يلا تعال تعال اركب 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 اركب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 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 خلنا نروح نشوف التنين يا حبيبي. ايه الحمد لله رجعنا القريه. يوم 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 خلنا ناكل. خلاص اوديك البيت يا اخي. انت مره مستعجل على البيت ما ادري سلفتك ما ادري سلفتك يا اخوي. انا نوديك اوديك. يلا انزل 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 يا اخوي. يلا يعطيك العافيه شكرا شكرا. الله اخوي غريب غريب ما ادري ما يبغى يشوف. مو متحمس على التنين ما ادري ايش السالفه. خلنا نشوف خلنا نشوف التنين. يا الله يا رب قول قول يا الله يا رب انه ايش في قصرني يا رب. تنيني وين؟ تنيني لا 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 وين؟ والله شكل اخوي يكسر يا انا سوى شيء يا اخوي. لا تنين مو في مو في. بروح بروح اكلم اخوي. انا عارف انا 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 عارف والله انه إن مصيبه. انا شايف اليوم متغير متغير هنا. يا انه كسر البيضه او انه اكلها او انه سوى شيء فيها. انا وري اخوي اخوي والله لا اضرب لا اضرب بيتي اخوي يا اخوي. وين 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 اشوف اخوي خرج. تعال 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 مسوي بري مسوي بري. ها تعال 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 اتفرج على كرافتك. تعال 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 يا حبيبي تعال تعال تعال. بلا تنين حقت ويني؟ بلا تنين ويني؟ انت بتقولي لك اكتشفت انا ما في قصر؟ ايه ما شفته ما في قصر. طيب يا حبيبي وش صار له؟ ما في ما في دخلت هنا ما في. الظاهر ضحك عليك احترقت احترقت الظاهر احترقت البيضه عشان حطيت في النار. طيب يا حبيبي تدري سؤال يا عمي على حق التنانين؟ كم تنانين بعد تنانين حمراء ورصاصيه قال التنانين الناريه لا تعيش في النار عادي تحطها في النار. والله شكلك انت تسوي شيء. لا تكذب علي تعال قول لي قول لي الحقيقه ولا بسال منك كل حقيقه. لا تكذب علي ترى والله اضرب. ما اعرف ما اعرف قلت لك شفت انا والله اضرب 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 ترى اسال منك اسال منك يا اخوي قول لي الحقيقه. طيب ايش اسوي ايش اسوي قاعد اقول لك ما اعرف ما اعرف ما حد يكذب علي.
انا ما صدق ما صدق. انت وراك بلا من اليوم تقول لي وطني وتقول لي ما في قصه ما في قصه. انا بدخل بيتك انا دوي انا دوي انا دوي ايش اقول 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 وانا اضربك السيف اضربك السيف اضرب 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 انا قاعد اسمع صوت قاعد اسمع صوت قبل شويه هذا صوت ايش هذا صوت ايش يا حبيبي والله اسمع صوت اقول اقول وين حط وين حط وين 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 تعال سرقة الحلقة تقول الحرقة البيضة يلي ما تستحي يلي ما تستحي ليش تسرقه ليش تسرقه والله أنا ما سويت حاجة لا حول ولا قوة أنا وريك والله التنين هذا جميل بس أنت كل منك يا أخوي كل منك أنا بشيله بس دقيقة خلنا نجرب خلنا خلاص أنا زعلان منك أتكلمني بشوف هذا شو تسوي بشوف هذا شو تسوي هلا والله مرة التنين بسم الله الرحمن الرحيم خلنا نشوف وشوف وش هذا ايش تسوي؟ اوه هذا ده تنقل للتنانين ايوه خلاص روي عنا انت حرامي بسميك ماري الحرامي تسرق التنين حقي والله انا اوريك بس خليك تجيب تنين جيب تنين اسرق منك اي اسرق زي ما سوى خلاص يا اخوي لا تبكي نجيب لك تنين يا اخوي هو الصراحه زعلان عشان ما عندي تنين انا لاني عندي تنين وهو ما عندي تنين يا حبيبي خلاص انا الان برد التنين حقي هنا وبعطيه اكل خلنا نحطه هنا ونشوف لما نوقف ايش يصير نشوف هذا يا حبيبي خلنا نشوف هلا والله لما وكل اكبر يا عيني شوفوا يبغى بس ما نوكل كثير الصراحه نوكل شويه ويبغى له يجيب بنفس العلبه هذيك حقت الاكل نحطها هنا عشان ياكل متى ما يبغى يصير يحمي بيت من الاشرار ويحميه من كل الناس عاد انا ما بوكل الان كثير انتم لا تنسوا تحطون اللايك والاشتراك وتفعلون زر التنبيهات يا حبايبي زي ما مكتوب في اللوحه هذه نشوفكم حلقه ثانيه مع السلامه.